الله لا إله إلا هو، به آمنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وعليه اعتمدنا وإليه استندنا، وهو ربنا وإليه المصير. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الفيل، قبل ذلك وسماها سورة الفيل نسبة لهذا الحيوان الكبير الذي كان مقدما في الجيش ومعه أفلة، قيل 8 قيل 12 قيل غير ذلك، ولكن وحد الفيل واحد لأن العظيم الذي تبالغ في العظم واحد هو مقدم، كان يسمى محمود، وهو محمود على اسمه عظم حرمة البيت، وهذا الفيل. لكن ما هو من فعله، هو أيضا يرجع في النهاية شيء فيل، يرجع فيل، لكن خالقه رب البيت هو اللي رتب المسألة، ما هو الفيل ولا غير الفيل. سبحان الله. وأصحاب الفيل هؤلاء جيش أبرهة، ومن أبرهة؟ أبرهة ملك في اليمن تابع للحبشة. وإيش الذي جاب الملك من الحبشة يحكم اليمن؟ كانت حمير تحكم اليمن، حتى كان فيهم واحد يسمى نواس مشرك، وهو الذي قام على أصحاب الأخدود في نجران هذه وقتل الغلام والذين كانوا مؤمنين نصارى تلك الأيام، وتبعهم يقتلهم، ففر منه بعضهم وتوجه إلى ملك الشام، وكان نصرانيا، وبحكم عاطفة الدين عرض عليه الأمر يستنصره، فأرسله إلى ملك الحبشة لأنه أقرب إلى اليمن وأقدر على القيام بالشيء، فكتب إلى ملك الحبشة، فملك الحبشة أرسل اثنين، أرسل أبرهة هذا، وأرسل معه أرياط أمر على جيش، وجاءوا إلى نواس وأخذوا وقاتلوا وأنهوا حكم حمير وحكموا اليمن. ثم تنازع الاثنان الرياض وأبرهة، وخذ لك من خبر العالم الدنيا، تظن الأحاديث الساعة، قلت الساعات كلها متشابهة من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، الساعات متشابهة والحوادث متشابهة في العالم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم هذه النفسيات وطريقة التفكير واحد، حكم وسلطة وكرسي، ده يبغى ده يبغى ولا صلحوا لك حزبين بعدين، وحزبين أحسن من 100 حزب، ولا على كل حال حياة البشر هكذا، بعض يفتخر عدو بكثرة الأحزاب، كثرة أحزاب على أسس قوية سليمة تحفظ الكل من كل، نعم، ولكن كثرة الأحزاب على البليات اللي نشوفها قدامنا، إيش هذا؟ مظهر حرية ديمقراطية، هذا مظهر لعب بالعالم، هذا مظهر سفه واستهانة بالإنسان في الوجود، ها؟ ويفتخرون، قل لهم ارجعوا لمحمد، خلوا اللعب هذا والسفه والضحك على العقول، الله ورسوله هم اللي يعرفون ايش يصلحنا وايش يقيم الناس في الارض على المنهج القويم، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم، وكيف اخاف ما اشركتم تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، كيف أخافوا ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ إن كنتم تعلمون يا متحصنين ببيت العنكبوت وأنا متحصن بالحي الذي لا يموت، أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم
مهتدون، اللهم اجعلنا منهم. تنازع عرياط وأبرهة، كل واحد يبغاه يحكم اليوم، وإلى أن اصطفت الجيوش، ده هذا تبع ذا وهذا تبع ذا كما يفعلون. وعاد شوية من العقل أحيانا يأتي لهؤلاء المتنازعين يصون بعض الدماء، قال ما بدل اسمع، بدل ما نخلي الجيش يتقاتلون بينهم وبين وتروح، أحسن أنا وإياك نتقاتل أنا وأنت، هذا عاد هذا أحسن، عاد عاد هذه يا خيري أقرب إلى الديمقراطية من حق العالم، من حق الزمان هذا، ولا أقرب إلى الديمقراطية من حق الزمان هذا. قال خلي خلق الله يتقاتلون، أنا قاعد في القصر، إيش ذا الديمقراطية الزمان هذا؟ ديمقراطية زمان قديم. قال خلي الجيش إذا بدأ يتقاتلون أنا وياك بنتقاتل، واللي يغلب منا يشيل الجيش وانتهي. قال فأجابه الثاني إلى ذلك. عاد شوية عقلية الناس ما هي ملطخة جنب بالبلد الموجود الآن، تقدم تطور حرية كلام فارغ، كذب في كذب. لكن هذا قال قبلنا تقابلوا، وقام الرياط ضرب هذا شرمه في أنفه في أنفه وفي جبهته وشقه، هذا صار يسمى الأشرم بعد أبرهة الأشرم، وذا حمل عليه وجاء مساعده وقتل الرياض، فتحول ملك اليمن إلى أبرهة. ولما بلغ الملك في الحبشة أن يصلحه هكذا غضب وكتب إلى أبرهة يهدده، وأنه بيطأ برجله بلده وبيقص ناصيته، بيحلق ناصيته، حلف له على ذلك، وكان صاحب سياسة ويريد الكرسي، ترفق وتلطب بالملك وأرسل إليه أن تحت أمرك وما قمت بهذا إلا من أجلك، وأجعل اليمن في حكمك وأنا في دي وجز ناصيته وحطها في وعاء، وجاب من تربة اليمن وحطها في الوعاء والناصية، وكتب إليه ولأجل تبر يمينك هذه تربة اليمن وهذه ناصيتي قد حكت لك، ادحق عليها وادعس برجلك وأنا تحت أمرك وتنفذ يمينك. ولما وصلته هذه الأخبار عجبه هذا، فرح منه ورضي عنه، واكتفى بهذا، دحق فوق التراب حق البلاد حقه وفي الناسية، والحاصل وأهل السياسات قصصهم مثل هكذا مثل هكذا. على كل حال مكنه من اليمن وأقره على الملك، تيتسع ملكه، شوف الناس في كل سنة أرسال في مكة، إيش هذا بيت الله الكعبة؟ قال خلي العرب كلهم يجونا بنصلح كنيسة، هذا كبيرة بيت لهذا الملك، وبنخلي العرب كلهم بدل ما يروحون إلى مكة نحول حجهم إلى هنا في صنعاء وفي والكنيسة الكبيرة اللي تصلحها. وهكذا الإنسان ودرعين بيصلح مقابل بيت الله، شفت الإنسان هذا غريب أطوار. عاد قبل قليل مهدد من ذاك الملك وذا وذا، الحين بتواجه ملك الملوك. بس الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رأى، فرفش بريش وشاف اليمن تحت حكمه وأمره والمملكة بيصلح كل شيء، الحين على كل حال بيصلح له بيته بدل بيت الله سبحانه وتعالى. بنى كنيسة ضخمة كبيرة، إذا بشط إلى جدارها يتسقط القلنسوة حقه. أنت سموها قلسوة، وقلسوة تسقط القلانس من طولها وزخرفها وملاها. وكتب إني بنيت لك، يقول للملك، كنيسة لم يبنى مثلها ولا أزال حتى أصرف حج العرب إليها. يقول بخلع والعرب غضبوا،
وتعثروا يعرف بينهم عهد ببيت الله الحقيقة من أيام آدم، وما هو حق العرب ولا غيرهم، هو إن أول بيت وضع للناس كلهم من رب الناس للناس، ولكن هؤلاء بقوا محافظين من بعد إبراهيم، وهذا رتب هذا الترتيب فغضب العرب، فبعث بعض جاء بعض العرب متخفي حتى دخل في الليل إلى الكنيسة وخرج قدره وسخه فيها وقعد يوسخ فيها وفي قبلتها وفي كل محل، وجاءوا الساسة ثاني يوم وحصلوا هذا الأوثار والأوثار، بلغوا الخبر لأبره، إيش هذا؟ من الذي تجرأ على كنيستي وعلى هذا؟ قال واحد منهم هذول العرب من أهل البيت هذاك اللي بتصرف الناس عنه، سمع ما قلتم فقال قال الآن أحلف بالله لا أذهب إلى بيته ماذا وأهدمه حجر حجر ولا أخلي شيء فيه، وكتب إلى ملك الحبشة أن الآن عمل العرب كذا وكذا وعملوا في كنيستك لبنين لك وعملوا، والآن أمدني بجيش من عندك وبالفيل، هات الفيل قد كان مشهور عندهم فيل كبير قديم ما يرى مثل عظمه، إذا أرادوا يهدمون قصر كامل يسلسلون بسلاسل ثم يربطونها بالفيل فيزجرونه فيمشي فيسقط القصر على بدفع يدفدف من شدة قوة هذا الفيل، أرسل الفيل والأفئلة معه، أرسل له الجيش وجاء وتسامع العرب فزعوا إيش المصيبة هذا، وذو قوة تعتبر من القوى الكبيرة في ذاك العالم، دولة كبرى يعني عندها سلاح، العرب في الجزيرة ماشي عندهم يقابل هذا من القوة المادية والعسكرية إيش يصلحون، ومع ذلك تعرض أول قبيلة ثاني قبيلة طريق له يقاتلونه ويقتلهم ويمسك الأمير حقهم، ما هو العرب ثاق وأهل مكة وصلهم ترثهم الأخبار وقال نصلح أي شيء فنحارب ما عندنا قدرة نصلح، فكان ما كان مع أنهم كانوا نصارى أقرب إلى الملة من المشركين من قريش، ولكن مع ذلك الله يرعى حرمة هذا البيت الذي عظمه، ها ووجود موحدين مثل عبد المطلب وغيره هناك من ناحية، والسبب الأكبر في أن الله رتب هكذا أنها مولد نبيه والعام عام ميلاده، أفيولد محمد والكعبة مهدمة؟ أن يكون عام ميلاده عام تحطيم للبيت الحرم؟ أبى الله ذلك، أبى الله ذلك، ولذا عبر في القرآن تعبير ألم ترى كيف فعل من؟ ربك هو ربه، ما قال رب البيت ولا رب الناس ولا رب الأرض والسماء، ربك الذي يربيك ويرعاك وحفظ حرمة البيت من أجلك ولولادتك، ألم ترى كيف فعل ربك؟ السر تربية الله له بحفظ البيت، فالعام عام ميلاده، فحاشا أن يخيب الله سبحانه وتعالى أهل بيته ورواده، العام عام ميلاد محمد لا تهدم الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك؟ أكثر أهل السيرة يقولون كان قبيل الولادة، والإمام عبد العزيز الدباء أنه كان في أيام الولادة بعد الولادة بأسبوع، وعلى كل الأحوال فالعام متفق عليه بين أهل السيرة أنه عام ميلادة النبي عام الفيل، هذا يقول في نظم مولد بن كثير ولا يشك أحد أن الرسول يريد عام الفيل قاله الفحول، وصل الفيل من الحبشة ووصل جام الجيش ومشوا وقابلتهم أول طائفة من العرب يقاتلهم، يرون عليهم واجب جهاد في سبيله ونصرة البيت الله، وغلبهم وأخذ الأمير حقهم كان بيقتله قال لا تقتلني سبيلا، وكان عنده شيء من الحلم
فأبقاه وأخذه معه. قابلوه الثانيين نوفل بن حبيب من جمع جماعة من قومه خثعم وقابلوا هذا الجيش وغلبوهم أيضا. وكثيرا من أهل الشر والظلم في البداية مد الله لهم مكرا منه وكيدا، يطلبوا على ذا ويغلبوا على ذا يفرحوا، بعد تقع لهم إن الله لا يملي للظالم حتى يأخذه. ففي البداية من قابله قتل غلبه وانتصر، اصبر لا فين بتمشي، اصبر لن تصل الى البيت، للبيت رب يحميه. القبيل الثاني واسر حقه ماذا بيقتله، قال استبقني فهو خير لك، ادلك انا على الطريق، انا اعرف الان الطريق وانا مطاع في قومي. قال خلوه. وهذا نوفل بن حبيب كان صديق لعبد المطلب، يعرفه. مشوا معه من بلاد إلى بلاد حتى مروا عند الطائف، وآل الطائف خرجوا إليه خايفين على صنم عندهم لا يهدمه ولا هذا، وقالوا نحن تبع أمرك وقضى وصانعوه وأعطاهم هدايا. خرجت له بنو ثقيف وقالوا له هذا عندنا دليل يدلك على الكعبة، طريق تهدم اللي بتهدمه. وأعطى واحد أبو رغال يقولوا لهم يدلهم على الطريق، وما نوصلهم إلى عند المحصب هذا، ومات هو وهم قدهم حوالي مكة. وقد وهناك غارة جماعة على سرح مكة، وحيث تسرح أنعامهم فأخذوا أنعام واستاقوها، وفيها 200 بعير لعبد المطلب، وحرزها القوم. أرسل أبره واحد من أصحابه وقال له اذهب وابحث لي عن شريف مكة والرأس فيهم أشرفهم، وقل له إن جينا لهدم هذا البيت وما أردنا قتالكم إلا إن منعتمونا وصددتمونا عن هذا البيت سنقاتلكم، وإن خليتم بيننا وبين البيت فنحن سنهدم ونرجع ما نقتل أحد منكم. فدخل إلى مكة ويسأل عن كبيرهم وشريفهم وأشرف واحد فيهم، دلوا على عبد المطلب. فجاء إلى عبد المطلب نعم أرسلني أبرهة الملك ويقول كذا وكذا وكذا، قال له إننا لا نريد قتالا ولا طاقة لنا به، والبيت بيت الله وبيت خليل إبراهيم، وهو سيمنعه منه. وأما نحن فلا طاقة لنا بقتاله ولا نريد ذلك. قال فاذهب معي إليه وخبره وتكلم معه أن يطلبك. حمله معه مر ورأى عندهم نوفل بن حبيب، قال نوفل عندك لنا غنى الآن فيما نزل بنا؟ قال ما غنى، أسير بين القوم يتوقع أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سائس الفيل هذا واحد اسمه أنيس صديقي، أكلمه فيك يكلم لك الملك اللي أنيس هذا شريف قريش الذي يطعم الطعام للناس في البرية والوحوش في البرية والجبال، يطعمهم هذا يذكر مكارم عبد المطلب، وأنه يعتني حتى بإطعام الحيوانات، وأنه سيد قومه، وأنه له 200 بعير أخذها القوم هنا. فقل له يا يراعي وأكلمه ما استطعت. قال مرحبا، وراح سايس الفيل ودخل على الملك وقال إن الذي جاء إليك الآن يستأذن للدخول عليك، وأرى أن تأذن له، إنه سيد قومي وأنه الذي يطعم الناس في البر في البلاد والبرية ويطعم الوحوش في الجبال والبراري، وأنه أخذ يصف له، وأنه جاء
لا ينقضك في أمرك ولا يقتلك في شيء ولا عنده مسلمين. قال إذن له. فلما أقبل عليه كان على عبد المطلب وسام وضاء في وجهه وأثر نور هابه الملك، وكره أن يجلس تحته وكره أن يرفعه معه على سريره، فنزله عن السرير وجلس على الأرض وأدعى عبد المطلب وأجلسه بجنبه. خذ يكلمه بالترجمة يتكلم بسنة. ثم قال للترجمان قل له إيش حاجتك الآن، إيش تريد منا بنعطيك. كلمه قال قل له أن قومك أصابوا 200 جمل لي وسط هذا فردوها عليه. قال له هكذا المترجم، قال قل له كنت أجللتك وعظمتك لما رأيتك وهبتك والآن زهدت فيك. قال قل له لماذا؟ قال له أنك جيت أهدم هذا البيت وهو دينك ودين أبائك وعزكم وفخركم وما كلمتني فيه، كلمتني في الجمال حقك. قال له أنا رب إبلي هذه وللبيت رب يمنعه منك ويمنعك منه. كلمهم قال ليس بمنعي أنا، قال أنت وذاك. قال ردوا على إبلو فردوا إبلو وأخبروا وأخذ منه إيش مقصده وسياسته من الدخول وترتيبه، فسبق إلى مكة ودعا القوم قال لهم لا تصيبكم معرة الجيش فاطلعوا إلى الجبال وخرجوا. وتشاوره بعض الزعماء هناك وأشاروا عليه بنفسهم وطلعوا هو وجماعة كان آخرهم من طلوعا من مكة. وفي يقول أهل السيرة أن السيدة أمينة كانت حامل وأوشكت على الوضع، ولما طلع الناس إلى رؤوس الجبال أرادت تطلع معهم فكلمها من بطنها يقول لا تخافي هم كثير مكانك في البيت وأن الله سيردهم وأنا هنا وأنسك. فبقيت ما طلعت مع من طلع. كان من آخرهم طلوع عبد المطلب عدى إلى عند البيت وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى ويلقي عدد من الأبيات. الله ما يقول اليوم لا أرجو لهم سواك إن عدو البيت من عاداك إلى غير ذلك. ويقول له لا هم يا الله إن المرء يمنع رحله فمنع حلالك، لا يغلبن صليبهم الأنصار هذا ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. إلى أبيات أخر ذكرها في خطاب ربه جل جلاله، وهذا يدل على أنه كان من الموحدين، وكذلك كان آباء النبي كلهم من عبد الله إلى آدم عليهم السلام كانوا كلهم على قدم التوحيد. وطلع إلى جبل حراء ومعه جماعة إذا من زعماء قريش ومن جبل حراء ينظرون إلى المدخل حق مكة وإلى عند الميناء هناك والفيل ما كانت هناك شيء يمنعهم من الرؤية من القصور ومدخلهم إلى مكة. والكعبة ترى من جبل حراء، ولهذا اختار النبي العبادة في حراء أنه كان في شق في الغار الذي يعبد فيه ينظر منه الكعبة، فكانوا هناك يراقبون إيش يحصل. فجاء الموعد للدخول إلى مكة والفيل يتقدم، وألهم الله هذا نوفل بن حبيب وجاء إلى عند أذن الفيل يقول يا فيل ابرك وانتبه تدخل بهذا بيت ربك، هذا محل عظمه الله وشرفه والقوم يريدون جريمة يعملوا، فانتبه لنفسك عشان لا تدخل حرم الله. ويكلم الفيل هكذا في أذنه وهرب. بعدين طلع في الجبال مع أصحاب مكة فبرك الفيل يريدون يقوم ما يرضى، هددوا ضربوا نخزوا جاءوا بجميع الوسائل يحركون بها ما تحرك. والملك زعلان على سائس الفيل حركوا لا بد ندخل مكة به ولا بد
وإذا يحاول ما يرضي يشوجه إلى نحو اليمن يقوم يقوم بسرعة يهرو لا يرجع إلى الشام يمشي بسرعة إلى المشرق يمشي ردوا إلى جهة مكة يبرك إيش المشكلة هذا يحاول ويحاول ما يوجه الجهة الثانية يقوم يهرو ويجرب الجهة الثالثة كلها يروح فيها يرد نحو مكة يبرك محله والجيش ارتبك والفيل المرضي يدخل هذا محمود على اسمه فبينما هم كذلك في مصارعة الفيل والربقة إلا بالطيور جماعات جماعة من شقذاء جماعة من شقذاء جماعة من شقذاء إيش هذه الطيور الغريبة الشكل ها يقولنا صفراء يقولنا سوداء يقولنا إيش من نوع هذه الطيور دون الحمامة وفوق الفرخ رموها ما تمشي سلطون عليها بعض دخان وما تتحرك إيش هذا الفيل ما يمشي والطيور من فوقهم بدأت الطيور ترمي الأحجار كل طير معه في منقاره حجر وفي رجله هذا حجر وفي الثانية حجر ثلاثة حجر هم من الجهدي من الجهدي من هذا من أبابيل جماعات متفرقة من هنا من هنا من هنا من هنا جماعات فوقهم ظللتهم بدأت ترمي كلما رمت حجرة في واحد خرجت من الشق الثاني مثل العدس صغير كما حجر صغير كما العدس سجيل سجيل قوة وصلابة قوة معنوية هذا قوة وصلابة ها تخرج الأجساد وتعبر عليها من هنا ومن هنا وإذا وقعتها في الرأس نزلت من الأسفل وضعتها في جانب ثاني يعبر الجسد كله إلى الجانب الثاني ويبدأ صاحبها هذا يموت بسرعة وهذا بعد قليل وهذا يتساقط بدنه شيء فشيء فالكثير منهم في نفس البقعة ماتوا وهذا لا رمي ينفع قدام الطيور ولا تخويف ولا شيء ولا تخاف من أحد وإذا بالجماعة ذا مرمهنا وذا مقطع تتناثر جسده وذهنا 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 وجماعة نحو لمن راحوا يهربون ماشين وواحد من الأفيلة قام توجه نحو مكة وحصب نزلت فوقه حجرة واحدة من الطيور وسقطته محله فرت بقية الأفيلة وفر محمود الرئيس الكبير حقهم وكان برك وإمام حقهم مقدم مشان لا يدخلون ورجعت اليمن يرجع إلى اليمن سالم ما زال لأنه مرضي يدخل بيت الله فسلم ها ورجع وحتى أبرهة الملك حقهم لما أصابته الحجرة أخذ يتقاسر ويتناقص ويتساقط عضو 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 منه ويمشي حتى وصل إلى اليمن مثل العصفور انشق صدره حتى بدأ قلبه ومات فتولى واحد ولده مات تولى الثاني قام سيب بن ذي يزن وراح إلى الفرس استنصرهم على القوم وأمدوا بالجيش وأنهوا حكم الحبشة من اليمن وبعدوا ورجعت إلى سيب بن يزيد وإلى حمير رجع الملك وقد زار عبد المطلب سيب بن يزيد وكان عنده أخبار عن النبي المنتظر ثم لم يلبثه وقد قال له أنا ما أدرك وأموت قبل أن يبعث ومات قبل ذلك وكان لفارس إشراف على اليمن في تلك الأيام وهو الذي بعث الملك الفرس كسرى أنوشروان
إلى عمال باليمن يقول اذهبوا هاتوا لي محمد هذا الآن. فأرسل اثنين من فارس معهم، جاءوا وتوجهوا إلى المدينة ودخلوا لهم يربون شواربهم ويحلقون لحاهم كما عادة الفرس. وكره النبي النظر إليهما وقال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يقصد الملك حقهم. قال لكن ربي أمرني أن أحفي الشارب وأعفي اللحية. قالوا إنه يطلبك تجي معنا، نروح إلى نأخذكم إلى فارس. قال انتظروا إلى الصباح. جاءوا الصباح، قال إن ربي بلغني أنه قتل ربكما. خلاص سلط على ابنه البارح. ذو الكلام في فارس هناك، هذا الخبر يبغى له 3 أشهر لما يصل إلى الحجاز. فارجعوا إلى الملك في اليمن وقولوا له إن محمد يقول إن ربه قتل ربكم، وأنه سلط عليه ابنه فقتله البارحة بالتحديد. ورجعوا حتى جلسوا ملوك اليمن يقولون هذه آية، إن كان صدق وقع هذا فمن أخبر محمد؟ فانتظروا حتى تجي الأخبار. وانتظروا وبعد نحو 2 شهر وزيادة جاء الخبر، وأنه في نفس الليلة ولده قتله كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإذا حب يجيب لنا كلام من رجوع إلى هذا الجناب العالي على العين والرأس، وهذا الصدق والحق. وما كل ساعين يضمون لنا كلام يعرضون علينا، يشلوا قطيع من شبابنا قطيع من نسواننا قطيع ورجع بعدين وكلام ثاني وكلام ثالث يلعبوه على العالم. القول قول الله وقول رسوله، يحق أن تخضع له الرؤوس وهو الحق. نعم. فأنزل الله السورة يخاطب نبيه محمد، ألم ترى كيف فعل ربك؟ قل لذول قاعدين يحاربونك ويؤذونك وما يعرفون قدر، قل ربي بسط النعم وأنا واسطة لكم جاه، واليوم تحاربون وتقاتلون. أمنوا بربكم فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم خطتهم ومكرهم وتخطيطهم وسلاحهم وعدتهم وقوتهم وقدرتهم ومشهم في تضليل؟ بلاش في راحت، بلاش ضلت، لا قوة لا عظمة لا فيل، وروحت كلها روحت. كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ سبحان القوي، سبحان القوي، لا تعتمدوا إلا عليه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل، جماعات جماعات منفرقة من كل جهة، ترميهم بحجارة صغيرة كمان مثل العدسة من سجيل قوة، هذا أو قوي ما تقول هذه من حجر من 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 طين من. فجعلهم كعصف، كعصف ما يكون نبات وزرع تبن، أكلت منه الأنعام بقي مفرغة كذا، فشبه تناثر أجسادهم وتقطعها وتفرقها في ذاك المكان بالمحل العصف المأكول، الزرع اللي دخلت فيه الغنم وكلته وفرقته ومزقته كذا، وتحصلهم مثل هذا في هذاك المكان. ولم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين واجعلنا في الهدى المهتدين. كلام قديم.